سؤال يمكن يكون غريب شوية، انه هو زمان كان فيه فعلا صعوبات تعلم والناس ما كانوش بياخدوا بالهم منها، ولا دي حاجة ابتدت تظهر يعني بشدة في الفترة او السنين اللي فاتت؟ هو الاضطراب according to researches يعني اللي موجودة برا من 1960 ابتدوا يكتشفوا ان في حاجة مختلفة، واكتشفوه في الكبار قبل الصغيرين. بس بتطور التكنولوجي، بتطور العلم، بتطور العلم الطبي للمخ، ابتدى الناس تلاقيه ان هو الاعداد عمالة تزيد. كان ممكن يبقى موجود من زمان، بس الجينز كمان بتتغير، الجينات كلها بتتغير. بيحصل ميوتيشن. في ناس بتقول انه بسبب الكوفيد ممكن يبقى هو ده كان السبب، في ناس بتقول بسبب التكنولوجي. لحد دلوقتي ما فيش ديفينيتيف انسر ليها، هو ليه بيجي منين، هي انون. الاضطرابات ديت اضطرابات في الجهاز النمائي في المخ، فهو ما فيش حاجه نقدر نقول هو ده سببها ان الاعداد بتزيد. بس من خبرتك تقدري تقولي هل في اطفال بيتولدوا كده؟ اهو يعني فكره انه احنا بنسيب اولادنا كتير قدام الشاشه وقدام البلاي ستيشن وقدام الموبايل، ده مش شرط يكون هو اللي بيعمل كده. بيساعد بس بيساعد ان هي تظهر اسرع، بيساعد ان هو الطفل ينطوي على نفسه اكتر، بيساعد انه ممكن ما يقدرش يبقى عارف يتكلم، ما يبقاش عارف يعرف يتكلم مع حد، او يبقى في انتراكشن ما بينه وبين طفل تاني. بره بيقولوا لا، احنا الاورجنايزيشنز اللي بره بتتكلم انه لا، لحد 3 سنين ما فيش تلفزيون، ما فيش موبايل، ما فيش اي حاجه. وبعدين من 3 لـ5 لا، احنا بنينا نص ساعه في الاسبوع. طبعا ده ما بيحصلش طبعا، فبحكم بقى الناس الاهالي بتشتغل، بحكم ان بيبقى مذاكر مع اطفال اكبر، بقى في حاجات كتير قوي. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقلل. انا مش بقول ان احنا هينفع نقلل كله، طبعا اللي بتعرف تعمل كده تبقى هي بطله، يعني تو بي اونست هي بطله. دي سوبر وومن. يعني انا حاولت كتير، بس بحاول اقلل على قد ما اقدر. تفتكري المدة اللي المفروض تكون في اليوم قد ايه تقريبا؟ بصي، اللي اتقال لي من الاخصائيين بتوع عز ان هو ماكسيمم 20 دقيقة ماكسيمم، تتقسم بقى زي ما هي تتقسم. بس برضه بتبقى غصب عن الواحد ان هو ممكن تطول. يعني انا مش ببقى عايزة اجي على الامهات قوي، لان ديفينيتلي في اوقات كتير قوي دكاترة يقول لك لا انت يا ام انت المفروض تعملي، بس ما هو الام دي عندها حاجات تانية بتعملها وفي نفس الوقت عايز تخلي بالها منه. فيعني انا بحاول على قد ما اقدر استيك ليها، بس ديفينيتلي ممكن ما تحصلش.